كم سنة ما شاء الله مقيم في دولة الإمارات؟ لقد مضى 12 عاما على إقامتي هنا في دولة الإمارات، قدمت مع أسرتي وأمضيت العديد من السنوات الرائعة وأود أن أستمر في إقامتي هنا. شو هي طبيعة العمل الذي تمارسه سيدريك؟ أولا عندما أتيت قدمت لأتابع دراسة الثانوية والجامعية، وقبل سنتين بدأت بمجال عملي في التجارة والتصدير والاستيراد في قطاع السيارات، أساعد الجالية الفرنسية على الحصول على سيارات في بلد جديد، خاصة أولئك الذين يقدمون إلى الدولة، وأساعدهم للإقامة هنا. الجو ألا تشعر بحرارة؟ يعني يقال أن بعض أنتم كأوروبيين معتادون على الأجواء الباردة، هنا أجواء المنطقة في هنا أكثر حرارة حقيقة، والشمس لا تغيب لدينا في دولة الإمارات. نعم بالطبع، في بعض الأمر كان الأمر صعبا جدا، خاصة مع معدلات الرطوبة المرتفعة كان الأمر صعبا، ولكن مع مرور السنوات تعودت على ذلك والآن أستمتع بهذا الطقس. في بعض الأحيان قد يكون الطقس حارا وكأوروبي أبقى في المنزل مع التكييف، ولكن بوسعني أن أعيش هنا، والمشكلة ليس من مشكلة فيما يتعلق بدرجات الحرارة. لعلك الآن لا تستطيع تحمل درجات البرد التي يتحملها الفرنسي المقيم في باريس بعد 12 سنة في دولة الإمارات. نعم صحيح للغاية، عندما زرت فرنسا في فصل الشتاء أردت فقط أن أجلس قرب جهاز التدفئة لأنني كنت أفتقد لدولة الإمارات والطقس المعتدل، فالطقس كان باردا جدا وكنت أتوق إلى العودة إلى هنا بعد بضعة أيام في فرنسا وفي الطقس البارد، حيث بقيت في منزلي لم أخرج. ماذا عن التسهيلات التجارية سيدريك؟ يعني أنت تمارس عمل لعله من التجارة المتوسطة، الأعمال المتوسطة هكذا يطلق عليها الاسم اقتصاديا، ماذا عن التسهيلات؟ يعني أنت قمت بمراجعات للبلدية لهنا لأماكن مختلفة قبيل أن تبدأ في عملك، كيف تابعت الإجراءات في دولة الإمارات؟ في واقع الحال الإجراءات كانت سهلة جدا وميسرة، هذا الأمر سمح لي بتأسيس شركتي هنا بشكل أسرع مما كانت لتكون عليه الحال في فرنسا، لأن دولة الإمارات تسهل كل خطوات إنشاء الشركات والأنشطة التجارية، كل الأنشطة التي قمت بها كانت العملية سهلة جدا، وفي دولة الإمارات يقدم كل التسهيلات لرواد الأعمال يتمكنوا من العمل في نشاطات مختلفة، مثلا في حالتي في تجارة السيارات، وكان الأمر سهلا جدا منذ البداية، ولم أكن أعرف كيف بوسعي أن أفتح الشركة وكيف بوسعي الاستيراد والتصدير في قطاع السيارات، ولكن تم شرح كل هذه النقاط لي وأشعر بأنني محظوظ لتمكن من تأسيس شركتي هنا والمساهمة أيضا في الاقتصاد المحلي، حيث أعمل في قطاع السيارات لأنني بدأت هذه الشركة في دولة الإمارات وأود الاستمرار هنا في هذه الدولة. هل لديك أصدقاء هنا في دولة الإمارات، أصدقاء إماراتيون؟ أنت 12 سنة مقيم هنا في الدولة، لا شك يعني هناك تعامل اجتماعي في المجتمع، كيف تشعر في مجتمع الإمارات؟ يكون صريحا، خلال هذه السنوات 12 كان لدي صداقات مع الكثير من المواطنين الإماراتيين وتعاملت بالترحيب والاستضافة. منذ وصولي لدولة الإمارات قبل 12 عاما هذا الأمر كان صادما بالنسبة لي، أي هذا الترحيب الحار، كيف رحب بي في هذه الدولة، وكنت ألتقي بالكثير من الإماراتيين الذين كانوا لطفاء جدا معي ومع الجميع هنا، أحب جدا هذا الاحترام الذي يظهرونه للجميع، ولدي أصدقاء أيضا يحظون بالاحترام الكبير وأيضا هذا اللطف والود الذي نلقاه من طرف جميع المواطنين هنا الذين أيضا يتمسكون بتقاليدهم ويمشون ويسيرون على نهج الشيخ زايد، وأرى هذا الأمر لدى كل المواطنين الإماراتيين، فجميعهم وكل من أتحدث معه بوسعنا أن نجري محادثات
وأن نبدأ صداقات وعلاقات في هذه الدولة مع كل المواطنين. وأشعر أني في وطني هنا، فقد مضى 12 عاما على الإقامة هنا وأشعر أنني في بلادي. أنت حدثتني عن بعض الصداقات التي كانت لديك، وحدثت المتابعين جميعا أن لديك هنا أصدقاء إماراتيين. ماذا شاهدت من العادات والتقاليد الإماراتية؟ أولا التقليد الأول هو عندما أذهب إلى المجلس، أول تقليد فاجأني هو الخشم، ولكن بعد بضعة سنوات أصبح الأمر ممتع بالنسبة لي. هذه من التقاليد التي اعتدت عليها وتعرفت عليها هنا. أيضا الجلوس في المجلس وشرب القهوة العربية، هذا الأمر لطيف جدا. وعندما نذهب معا ونخرج معا نتحدث عن كل التقاليد والعادات والمواطنين الإماراتيين عندما نذهب إلى أي مكان يحدثون عن هذه التقاليد. طيب أنت تذهب في عطلة، لعلك تذهب في عطلة الصيف إلى البلاد، إلى باريس، إلى فرنسا، من أي مدينة أنت في فرنسا؟ أنا من منطقة الجنوب، من مدينة تولوز. نعم، إنها على مقربة من إسبانيا، والطقس حار هناك بعض الشيء ولكنه لطيف. هذه باريس، هذا قلب باريس، أنت تتابع معنا الآن زيارة صاحب السمو إلى عاصمة العاصمة الفرنسية بلادكم. نعم هذا صحيح، كنت أتابع منذ بداية الزيارة، منذ علمت بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيزور فرنسا. أنا فخور جدا بهذه العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وفرنسا، وأنا أيضا سعيد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اختار فرنسا لتكون الوجهة الأولى للزيارة بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات. والعلاقات بين البلدين طويلة ووثيقة، وأمل أن تستمر وتتوطد أكثر. هل تعلم، هل زرت شارع جاك شيراك هنا في العاصمة أبو ظبي؟ نعم بالطبع، لقد زرت هذا الشارع عدة مرات، وأيضا رأيت اللافتة الشارع جاك شيراك وشعرت بالسعادة عندما رأيت ذلك. هذا الأمر لا أعرف كيف بوسع أن أشكر دولة الإمارات لأنني رأيت هذه اللافتة. أعتقد أن هذا إثبات على عمق العلاقات، لأن جاك شيراك أيضا كان صديقا لصاحب السمو الشيخ زايد، وأعتقد أن هذا هو هذه العلاقة التي تجمع بين فرنسا والإمارات، هذه الصداقة بين البلدين والأدلة التي تشير إلى هذه الصداقة وعمقها. نعم لقد رأيت هذا الشارع وكنت سعيدا جدا. نحن نعتبرك في اعتبر الإمارات كبلدك الثاني، ونحن نعتبرك أيضا هنا في بلدك الثاني بيننا هنا كإماراتيين. نرحب بك سيدريك، وشكرا على حضورك معنا هنا وتلبيتك لدعوة أبوظبي. Thank you so much. شكرا جزيلا.